قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر. الله سبحانه وتعالى يقسم هنا بالعصر، وهو الزمان يا أصدقائي، ليخبرنا عن أمر مهم وخطير. أتعرفون ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أغلب الناس سيهلكون ويخسرون إلا فئة واحدة، فمن هي يا ترى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين سيفوزون في الدنيا والآخرة هم المؤمنون. هل تعرفون ما هي صفاتهم؟ يؤمنون بالله تعالى ويعبدونه ويحبونه، يعملون أعمالا صالحة كثيرة، ويوصي بعضهم بعضا بالعمل بما في القرآن والصبر على طاعة الله وعلى فعل الأوامر وترك النواهي. هل تريدون أن تصبحوا من عباد الله المؤمنين؟ إذن اجتهدوا بعمل الأعمال الصالحة لكي تكون حسناتكم أكثر من سيئاتكم يوم القيامة حتى تدخلوا الجنة. وتذكروا أن الله يرانا ويعلم ما نفعله، ولا نريد أن يرانا الله نعمل أعمالا سيئة. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. ملأ حياتي معنى، أرشدني للجنة، ربي يا ذا المنة أكرمني بجناني، يلبس أهلي تاجا وضاء وهاجا، يجعل لي منهاجا